طبعا الكابتن احمد سامي انا يعني شهدت فيه مجروحه، بقالي سنتين مع الكابتن احمد، الحمد لله اتعاملت معاه بصفه اساسيه واشتغلنا مع بعض. طبعا يعني دي اول سنه ليا ان انا اشتغل في درجه اولى ودوري ممتاز، وكانت مع الكابتن احمد سامي وفي نادي سموحه. فهي القصه كلها يعني الكابتن احمد ما كانش يعرفه شخصيا، لكن انا كنت موجود في قطاع الناشئين في نادي سموحه، وكابتن احمد طلب تغيير في الجهاز الفني بتاعه في بعض المدربين، والحمد لله يعني حد رشحني ليه، والحمد لله يعني الكابتن احمد كلمني وطلعت معاه على طول. واول مقابله ليا كانت معاه، يعني كنت حاسس ان اعرفه من زمان، وقعدت اتكلمت معاه لقيته شخص محترم جدا وشخص عملي جدا فوق ما تتخيل يا شريف، يعني بحب شغله بطريقه كبيره جدا. والحمد لله يعني انا الفتره اللي بقى لي سنتين معاه استفدت حاجات كتير جدا 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 منه على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. هو شخصيه هاديه جدا وما بيحبش المشاكل خالص، زي ما قلت لك شخص عملي بيحب شغله بشكل كبير جدا. والحمد لله يعني ده ظاهر في خلال المباريات او السنتين اللي قعدناهم في نادي سموحه، الحمد لله الراجل قدم اداء بشكل كويس جدا وشكل مميز. والميزه في الكابتن احمد ان هو ليه سيستم بيلعب بيه بيشتغل بيه دايما في اي مكان بيروح وبيحاول يطبقه. الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحقق انجاز في نادي سموحه، ان احنا في اول سنه كان حققنا مركز خامس رابع سوري، وبعد السنه اللي بعدها مركز خامس، وبرده كانت الامكانيات ما كانتش زي دلوقتي او زي بعض الانديه الثانيه اللي هي اصحاب الشركات، لكن الحمد لله كابتن احمد بأقل الامكانيات وبأقل كواليتي اللعيبه اللي بتبقى موجوده بيحاول ان هو يعمل طفره وبيعمل شكل للنادي اللي هو بيقوده. يعني الحمد لله يعني انا سعيد ان انا موجود مع الكابتن احمد، وبتمنى ان انا افضل فتره كبيره معاه، لان زي ما قلت لك استفدت منه حاجات كتير جدا في خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله يعني اتمنى ان انا ابقى موجود معاه فتره اكبر ان شاء الله. لا هي المواقف كلها، انا هو كابتن احمد بالنسبه لي اخ كبير ليا، مش عايز طبعا اقول ان هو اب كان اكبره يعني، ولسه صغير برده. وفي ميزه عندنا في الجهاز الشريف ان الحمد لله الاعمار السنيه متقاربه بشكل كبير، كابتن احمد ناجي بس هو اللي خبره عننا شويه، وطبعا ده قامه كبيره بالنسبه لنا ومثال لينا اللي احنا بنحتذي بيه بصراحه في كل حاجه. يعني هو دايما سبورت لينا في كل حاجه، واحنا زي ما قلت لك انت شايف احنا عيله واحده كلنا، ما فيش اي مشاكل خالص بتحصل، اي مكان بنروح بنبقى موجودين مع بعض، وده سر برده من نجاح الجهاز الفني لكابتن احمد، ان انت عندك استقرار في الجهاز بتاعك. اتمنى ان احنا نفضل فتره كبيره مع بعض يعني ان شاء الله.